السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة من الآخر. خلاصة معاكم محمد نور الدين. موعد مباراة منتخب ليبيا أمام منتخب أنجولا، مباراة في الجولة الثانية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بإذن الله تعالى. الجولة الثانية في الدور قبل النهائي، المرحلة قبل النهائي، دور المجموعات. أنجولا تواجه ليبيا متابعينا الكرام اليوم بإذن الله تعالى الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 أو 7/9/2021. المباراة معدها الساعة 9 مساء توقيت ليبيا ومصر والسودان. المباراة معدها الساعة 8 مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب. المباراة معدها الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان. المباراة معدها الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان. والمباراة معدها الساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناة ناقلة للمباراة بشغل قناة الفيفا بالنسبة لليوتيوب، أو قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على اليوتيوب او قناة اليوتيوب يعني، وممكن يعني بنسبة مش معروفة بصراحة، ما فيش حد اتكلم على الموضوع، بس انا اعتقد ممكن قناة ليبيا الرياضية او قناة 218 تذيع المباراة بالنسبة لمباراة ليبيا. انجولا تواجه ليبيا. لو متابعين الكرام اشترك في القناة وفعل زر الجرس اعمل لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، بالتوفيق للمنتخب الليبي، نراكم في فيديو اخر بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.